والآن نتابع مع حضراتكم استقبال دكتور أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد. لا يستطيع أحد أن يعرف من هو المسلم ومن هو المسيحي طالما لم يفصح عن هويته. الإفصاح عن الهوية هو الذي يبين، لكن طالما أنه لم يفصح في الحقيقة لا يستطيع أحد أن يقول بأن هذا مصري مسلم أو مصري مسيحي. ده لاحظناه في قلب القاهرة ولاحظناه في عمق الريف. فالشعب المصري بكل مكوناته وأطيافه هو شعب واحد وسيظل واحدا وسيظل صامدا أمام كل التحديات، وإحنا بنعول كثيرا على هذا الوعي المستمر الذي تكسرت أمامه وعليه كل هذه التحديات التي سبقت والتي هي موجودة والتي ستأتي طبعا. لأن هناك الكثير الذي يريد أن يحدث شقوق وثقوب في جسد هذا الوطن، لكن هذا الوطن أولا عصي، وإذا حدث فيه ثقب ما لا قدر الله فهو سريع الالتئام ويعود بسرعة. أنا بشكر معالي الدكتور أندريا الذي تربطني به صداقة عالية منذ أن التقينا في المقطم. أيوة نعم، كانت ندوة عن المواطنة يمكن تقريبا نعم. ولكن كنت أسمع عن سيادتك من قبل، فلما التقيت مش عارف ده بقى بيسجل ولا ما بيسجلش. بيسجل ده بقول له يعني زادت المحبة أكثر، واطلعت على شباب أكثر مما كان متصورا في الذهن. أنا عجوز يا فضلت. لا لا أبدا. نحن نكن لكل قيادة دينية واعية ومدركة في مصر كلها كل التقدير والاحترام، لأن هذا هو المأمول من كل قيادة تأخذ بزمام هذه السفينة إلى الأمام في أمن وأمان وفي رقي وفي تقدم. لا يمكن أن يرتقي الوطن بفريق دون فريق، بل الوطن يرتقي بالجميع. العمل الجماعي المشترك هو الأساس في أي نهضة تحدث في أي بلد من البلدان. مرة أخرى أقدم لكم كامل التهنئة بعيد ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى كل خير وإلى كل رشد وإلى كل صواب وإلى إنجاح والأخذ بيد هذا الوطن إلى الأمام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا فضيلة المفتي. وأنا زي ما قلت في البداية، أولا نرحب بفضيلتكم والوفد المرافق لفضيلتكم، أهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. الأمر الثاني أن أشار فضيلة المفتي وأنا بأكد أن الذي يبني اللحمة الوطنية في مصر رجال ونساء وعون، وعون صح باللغة العربية، ما أنا لازم أخد لبالي علشان فده اللي احنا بنقوله. وأنا أعتقد أن كلمة فضيلة المفتي ما تصدره من فتاوى أو كلماتك اليوم أو ما تقوم به دار الإفتاء المصرية هي في غاية الأهمية، لأنها أولا تشجع على العيش المشترك والاعتدال، ثانيا تقدم فهما صحيحا لصحيح الدين، وده في غاية. إحنا شعب متدين، الناس في كنائسنا أو في جوامعنا بينتظروا ماذا تقول لهم القيادات الدينية وبيثقوا. لما تبقى القيادة الدينية موضع قدوة والتزام بيثقوا فيها، وبالتالي ما يقوله فضيلة المفتي هو جزء من مهم في بناء اللحمة الوطنية المصرية. دي نقطة في غاية الأهمية.
النقطة الثالثة، وإحنا أكثر من مرة قلنا هذا الكلام، دار الإفتاء المصرية لا تستقبل فقط أسئلة من المواطنين المصريين المسلمين، تستقبل أسئلة أيضا من المواطنين المصريين المسيحيين صحيح. وتجيب عليها، وده بيقول لنا قد إيه إحنا في درجة من التقارب. إحنا فعلا العقيدة أمر شخصي في علاقة الإنسان بربه، ولكن الوطن بيجمعنا، الإنسانية بتجمعنا، حتى الأديان بتجمعنا. احنا المشترك اللي بين الأديان عظيم بدرجة، يعني لما حد يدرسه عظيم بدرجة كبيرة جدا. فلا يوجد سبب إلا لدفع العيش المشترك. احنا النهاردة في زيارة فضيلة المفتي والوفد المرافق له بنعتبر دي زيارة تاريخية، وفضيلة المفتي لك كل التقدير منا ولك كل الاحترام. وأنا لما قلت لقيادات الطائفة الإنجلية فضيلة المفتي هيزورنا يوم الخميس الصبح، كلهم موجودين. احنا يعني انا اتعودت دايما لما اجي عند فضيلتك بعرفهم، فبالتالي انت عرفتهم دلوقتي، بس همشي كده بسرعه. القسيس رفعت فتحي الامين العام لسنود سنين الانجيلي والقائم بعمل الامين العام للمدارس، احنا عندنا حوالي 24 مدرسه، فمنهم كليه رمسيس جنبكم ورمسيس الجديده، والقسيس ناصر كتكوت رئيس العام للكنائس الرسوليه. انا زي ما قلت لفضيلتك احنا 18 مذهب، هو رئيس الكنيسه الرسوليه، وترتيبهم يجي تقريبا الثالث في ترتيب الكنائس. الكنيسة الإنجيلية المشيخية رقم واحد، الإخوة رقم اثنين، هم يجوا رقم ثلاثة. هو يقول لي لا احنا رقم اثنين، انا بقول له انت لا انت رقم حضرة الشيخ الشيخ عياد أمين الصندوق، من عارف أمين الصندوق بتاع الكنيسة الرسولية، يعني يعني هو اللي معاه الفلوس. القسيس أيمن سامي نائب رئيس مجلس الحوار، وإن شاء الله يبقى راعي كنيستنا الإنجيلية في الإسماعيلية. القسيس جوهر عزمي الأمين العام المساعد للمدارس مع القسيس رفعت فتحي في المدارس بتاعتنا. حضرة الشيخ بقى دكتور محمد وسام، دكتور محمد وسام خضر مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء. طب خلاص ده احنا بقى موثقة رسميا يعني. الأستاذ مدحت عياد المسؤول عن المشروعات الصغيرة بالهيئة الإنجليزية. المهندس مايكل الضبع المسؤول عن التمويل والعلاقات الدولية والاستثمار. المهندس جون أنور المسؤول عن إدارة الهيئة. الشيخ بقى وده شيخ الانجليين يعني انا ده الشيخ عصام واصف هو اللي مسؤول عن العلاقات العامه في الطائفه وفي الهيئه. الاستاذ باسم مدير الماليه. المهندس عماد عدلي الهيئه الانجليه. احنا هنا في مبنى الهيئه الانجليه، هنا ده الهيئه الانجليه. الطائفه في مصر الجديده، بس احنا قلنا نستقبل فضيله المفتي هنا.